يكون الكتاب مسلم يعني الازدحامات وتدري يلجا يطابره سايد ويقول لك انا المنتسب ويجي يروح لابس هدوم عسكري يفوت جوا اللهم ما يقبل الناس ترى البارحه انا اول البارحه وقفت من 9 للوحده ونص الظهر اريد اخذها يعني لي قسيمه وحدي يعني إيه يقول ماكو قسيمه انت بوحدك ايش يعني يصير عجل يعني بوحدي بيدي قاعد بوحدي غرفه وحدي يعني وين اروح وين اقبل ايش اسمه مالتي انا ساكنه بوحدي ما يطلعوا لي قسيمه مثلا المدير يقول لي انت مالك قسيمه تروحين تضيفين على اهلك انا اهلي امي ميته وابوي ميت انا وين اروح؟ القسيمه باسم زوجي طلقني والله هاي لي ذاك الاسبوع جيت ورجعوني هسه عم جيت تم والحمد لله البدء بعمليات ومعاملات الفرز ونقل الزوجات من قبل فرع تموين نينوى وبمساندة الأخوة من كوادر وموظفي شركات وزارة التجارة الموجودة في محافظة نينوى. الحقيقة هذه العملية بدأت اعتبارا من تاريخ 2/12/2018 ولغاية 10/12/2018 وستكون هذه العملية إن شاء الله مستمرة للأشهر اللاحقة أيضا. العشر الأوائل من كل شهر ستكون فرصة للأخوة المواطنين لترويج هذه المعاملات التي تم ذكرها سابقا. والحقيقة أن المعدل إنجاز المعاملات اليومي في فرع تموين نينوى يتراوح بين 1500 إلى 2000 معاملة يوميا. والحقيقة يوم الأحد الماضي كما تعلمون هو بداية الأسبوع شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وتم إنجاز 3000 معاملة خلال يوم واحد فقط. نناشد أهلنا وأخواننا المواطنين في محافظة نينوى بعدم التزاحم لأن عملية الفرز ونقل الزوجات هي عملية مستمرة ستستمر الأشهر اللاحقة ولن يتم التوقف إلا بإنجاز جميع المعاملات بإذن الله. وندعو أهلنا إلى عدم اللجوء إلى المعقبين أو إلى الوكلاء لأن هذه عملية ممنوعة حقيقة ولا نسمح بها.